الأخبار العالمية، ونادي بايرن ميونخ الألماني أعلن عن عودة جناح الفريق الأول لكرة القدم ساديو ماني إلى تدريبات الجماعية صباح اليوم الأحد. ماني قد تعرض لإصابة في شظية القدم قبل كأس عالم 2022 قطر خلال مباريات بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الألماني، ولم يشارك في 10 مباريات مع العملاق البافاري. متهيألي عودته لو هيشارك فهيفرق كتير جدا مع بايرن ميونخ. لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد اتكلم عن مواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وقال إن تصريحاته لصحيفة ميرور البريطانية إنه مندهش من أن ليفربول بعيدة جدا في صدارة الدوري، لكن يمكن قول الشيء نفسه على ريال مدريد في الليجا. وأضاف: نعلم أنه في أي وقت يمكن ليفربول تقديم رد فعل والعودة أثناء الموسم. أتمنى أن تكون العودة في هاتين المباراتين بدوري أبطال أفريقيا ضدنا، لكن علينا أن نكون مستعدين. وعلى فكرة ليفربول بدأوا في العودة في آخر لقائين وعاملين أداء قوي جدا جدا، وبالتالي هيكون لقاء شرس جدا بين العملاقين الانجليزي والاسباني في دوري ابطال اوروبا. ان اللقاء ما يقبلش اسم على اثنين زي ما بنقول كده، ما يقبلش اسم على اثنين. ان شاء الله يكون اللقاء لصالح صلاح، وصلاح يقدر يسجل وينفرد بهدافي البطوله ومتساوي مع امبابي كهداف البطوله.